بيرلو من زمن آخر. بيرلو غير عادي غير عادي. لكن مين اللي صنعها؟ مين اللي صنعها؟ مين اللي رسمها؟ مين اللي هندسها؟ مين اللي أرسلها؟ هذا هو، هذا بيرلو، هذا بيرلو، وهذه طلة من طلات بيرلو. من الذي جعل ماركيزيو أمام المرمى؟ بيرلو بكل بساطة، الإبداع في البساطة، الإبداع في البساطة. نعم، الكرات ركلة جزاء عند بيرلو. بيرلو تاني والضربة الحرة. جمالك يا جمالك يا جمالك يا جمالك، والله يا ولدي ما في مثالك. هذا هو بيرلو، أبرز لاعبين وسط العالم. الأسبقية، الكل يرى هدف، الكل يرى أن بيرلو قادر، ولكن كيف انتظر التأكيد يا أندريا؟ أندريا بيرلو، قلت هذا كنت، قلت هذا كنت. بعد بيرلو، تسا جيرو، رد incredibile، ancora lui، non è possibile، incredibile. مستحيل ما حدث مع بيرلو، ليس هنالك إلا الأعمى الذي لم يشاهد ما يفعله أندريا بيرلو في عالم المستديرة. مع احترامنا الكل، بيرلو أكبر من تشكيلة الفيفا ومن اخترعها في هذا العام، هو المهندس المعماري في ميادين الكرة، هو المايسترو، هو الدينامو، هو الكل في الكل.